بداية تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة الفلوجة. طبعا نتحدث اليوم عن الإجراءات الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ربما الإجراءات الأمنية هذه المرة تختلف عن الأيام السابقة. طبعا فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية المشددة اليوم من خلال تجواننا في العاصمة بغداد، لم نجد هناك أي تشدد فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية أو قطوعات كما كانت تحدث في السنوات السابقة، انسيابية طبيعية لحركة العجلات، وأيضا فيما يتعلق بحركة التبضع حتى في الأسواق التجارية والأسواق الشعبية التي دائما كانت ما تشهد في السنوات السابقة ربما بعض التجديد الأمني، اليوم نرى الموضوع يسير بصورة طبيعية كما لو كان لم يكن هناك أي عيد. ربما في الساعات المقبلة يعني ربما بعد منتصف الليل ستكون هناك بعض الإجراءات خصوصا بالقرب من دور العبادة، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي إجراءات أمنية، وهذا يعني بحسب بعض المصادر الأمنية التي تحدثت لنا هي الاعتماد طبعا على نظرية الجهد الاستخباري بعيدا عن القطوعات، بعيدا عن استخدام الحواجز او قطع الشوارع او ما شابه ذلك. فبالتالي هذا الجهد كما يتحدثون يعني يحسب لصالح الجهد الاستخباري فيما يتعلق بهذا الموضوع. طيب نعم. زميلي علي، فيما يتعلق بالسلامة الصحية الان العراق يواجه 4 تحديات: كورونا، الحمى النزفية، الكوليرا، ومؤخرا داء الكلب. طيب مصالح الصحة وضعت خطة ولجان يرجح أن تنتشر في المناطق الحيوية عشية العيد ويوم العيد وبعد العيد، بما أنك أنت قريب وموجود في الميدان، كيف تسير الأمور؟ طبعا الإجراءات الصحية التي تحدثت عنها وزارة الصحة هي تطلق بين فترة وأخرى بشكل تحذيرات، خصوصا في الفترة الأخيرة يعني والطفرة الكبيرة التي سجلتها الوزارة فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا والتي وصلت حد 5000 إصابة. هذه التحذيرات دائما ما يعني مطالبات الأهالي بضرورة التباعد خصوصا خلال يعني أيام العيد من خلال التباعد، طبعا المقصود هنا التباعد بين المواطنين في الأسواق التجارية، في المولات، حتى في الشوارع، ارتداء الكمامات. هذه هي الإجراءات التي دائما ما تحاول وزارة الصحة التحكيز عليها. قد لا تكون هناك أي إجراءات أخرى كما كان يعني الحديث ربما عن فرض حظر تجوال أو ما شابه ذلك، الأمور تجري بصورة طبيعية فيما يتعلق بهذا الشأن، فقط هي مطالبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر باعتبار أن هذا فيروس كورونا قد دخل إلى البلاد أدخل البلاد مرة أخرى في موجة جديدة. فبالتالي تحذيرات وزارة الصحة مستمرة بهذا الجانب، وأيضا ربما التحذير الآخر والذي لا يقل خطورة عن الأول هو قضية الحمى النسفية، والتي طبعا وزارة الصحة طالبت المواطنين بضرورة يعني أخذ الأضاحي أو شراء الأضاحي من الأماكن المخصصة لها والابتعاد طبعا عن يعني الأماكن التي المجهولة أو الأماكن التي تنتشر فيها بصورة غير رسمية. يعني هناك مخاوف لدى وزارة الصحة من تصاعد أعداد الإصابة طبعا بالحمى النسفية خصوصا بعد طيب عيد الأضحى المبارك بسبب هذا الموضوع. وأيضا نعم، تحدثت عن شراء الأضاحي، كيف استقبل الأهالي في بغداد العيد وكيف هي الأسعار، أسعار المواد الغذائية وأيضا أسعار الألبسة؟ يعني فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي طبعا هذا الموضوع ربما هو الأهم بالنسبة للمواطن، لا يزال هذا التأثير الجانب الاقتصادي على المواطن تحديدا قضية الدولار، رفع سعر الدولار لا زال يعني يلقي بظلالة طبعا على الكثير من المواطنين. هناك انخفاض واضح في القدرة الشرائية، وهذا ما يعني ما نستطلعه من خلال جولتنا في الأسواق خصوصا طبعا في الأسواق الشعبية، باعتبار اليوم أن المناطق الشعبية هي تمثل أكثر من نصف سكان العاصمة، وهذه المناطق أو هذه الأسواق الشعبية دائما تكون هي مصدر لقياس قوة دخل المواطن. فبالتالي من خلال استطلاعنا لآراء المواطنين ولآراء أصحاب المحال التجارية طبعا يوجد هناك انخفاض في القدرة الشرائية، انخفاض واضح على عكس السنوات السابقة. طبعا فيما يتعلق بالأضاحي، قضية الأضاحي اليوم هو خوف المواطن من قضية الحمى النسفية، وواضح حتى في حينما نستطلع آراء البائعين لهذه المواشي أو الأغنام يتحدثون أنه في السنوات السابقة وعلى أقل تقدير في السنة الماضية كان هناك يعني ارتفاع بمعدلات بيع الأضاحي، يعني يصل للشخص الواحد ربما إلى نعم. شكراً.